ما بعرف صراحة شو ممكن يصير، شو مصير المدينة حاليا، شو مستقبل المدينة، شو مستقبل الشعب اللي عايش هون. الله اشتغل ضرب عنا هون، كل دقيقة في قذيفة. الوضع كتير صعب بحلب، لسه في إلنا أيام بدنا نعيشها. لحد الآن الوضع مو مبين بالمطلق. وداعا حلب على شاشة بي بي سي.